نعم. لكن هذا يريد تطبيق السنة لدى الفساق وبعض السنن. أنا أبوي يرفض يا شيخ، هل يعصي الوالد؟ إيه مثل أي سنة؟ مثل يا شيخ جلسة الاستراحة ونصف الصلاة. يعني في البيت ولا في المسجد؟ مثل نصف الساق، إذا طبعا نصف الساق ينكر عليه ويقول يرفض أن يطبقها. إيه هل يعني يعصي والديه ويطبق السنة أو أنه يطيع والديه؟ لا فهم سؤالك بس أريد توضيحا. وهو ماذا يريد؟ ما طبق السنة مثل نصف الساق. اسمع يا أخي، هو ماذا يريد؟ هو لا يريد إلى نص الساق، إلى ما إلى أين يريد؟ فوق الكعب فقط. طيب أنت إذا أطلت ثوبك فوق الكعب، هل تعصي الرسول عليه السلام فيما تعلم؟ لا أعصي. كويس، فإذا خالفت والدك هل تعصي الله والرسول فيما تعلم؟ نعم. فإذا أطيعه في هذا، إن لم تستطع أن تقنعه وأن تحمله على السنة بالتي هي أحسن. سمعتني؟ نعم. فهمتني؟ نعم فهمت. طيب.